بالعكس، هل بإمكانك أن تخبرنا ما فائدة استخدام العقود؟ أود أن أقول لكم من الضروري أن توقعوا على عقود ولن تشكل لكم أي مشاكل، فالعقود التي تعتقدون بأنها تتعامل مع اختلافات أو نزاعات مهمة للقيام بالتسويات. هل من الضروري أن يتحدث الصحفي إلى محام كإجراء وقائي قبل البدء العمل على قصة؟ قد يضمن هذا البند تقديم الدعم النفسي والمعنوي والاجتماعي؟ أعتقد أن العقد يحتاج إلى خبرة فنية كبيرة؟ لا، الحقيقة أنه بسيط، ولكنه يمكنك، يقويك، يعطيك الأدوات التي تساعدك على الحصول على حقك في الأجور.